الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقاسم أمين كان من الإسكندرية والتحق بمدرسة رأس التين الابتدائية بالإسكندرية، وكانت تقع بحي رأس التين، وقيل إن أباه من أصل كردي، وقيل إن الأصل للأسرة تركي. سافر إلى فرنسا ليتم تعليمه هناك، وتأثر جدا بالإقامة في فرنسا، حتى أنه صرح بأن أكبر الأسباب في انحطاط الأمة المصرية تأخرها في الفنون الجميلة والتمثيل والتصوير والموسيقى. يعني ذهب إلى فرنسا ورأى مصانع السيارات والطائرات والدبابات والبارجات والتقدم في الهندسة والطب والصيدلة والفلك، ثم خلص إلى أن سبب تأخر المصريين هو تأخرهم في الفن والرسم والموسيقى، يعني لو رقصوا سيتقدموا. تخيل هذه عقلية رجل يزعمون أنه كاتب ومحرر للمرأة. وبعدما كان الناس يقولون مصر أم الدنيا، أصبح في باريس يقول مصر خادمة الدنيا، يعني أنها تستحق أن تسمى خادمة الدنيا. وها هو الآن يطعن في مصر ويقول أنها لا تستحق أن تكون أم الدنيا، بل هي في أقصى تقدير لا تصلح إلا أن تكون خادمة الدنيا. وتعرف على صديقة فرنسية تدعى سلافة، فكانت تصحب إلى المجتمعات الفرنسية وتقرأ معه في كثير من الكتب، وكانت تصحب إلى المجتمعات الفرنسية والحفلات، ويتعرف إلى كثير من الأسر وتقوى العلاقة بينهما. فبينما كان يقرأ في مصر مقدمة ابن خلدون وإحياء علوم الدين للغزالي والأغاني، نجد في فرنسا يقرأ مع زميلتي حكم لاريش فيكو وشعر لامارتين وفلسفة فين لون ورينان وأعمال فولتير وروسو وسبنسر وغيرهم. سبحان الله، طه حسين أيضا تأثر بزوجته الفرنسية. إذن فقاسم أمين صادق امرأة وكان يخرج معها ويصاحبها ويصادقها، يعني البداية لا تبشر إلا بسوء. وطبعا هو أحب هذا الأمر في فرنسا، فالوصول إلى النساء هناك ومصاحبتهن والخروج معهن في غاية السهولة، وهذا أمر يسعد الفسدة من الرجال. ولكن في مصر عندهن دين وأخلاق تمنع المرأة من مصادقة الرجال، وهذا أمر يصعب على الرجل الوصول إليهن واللعب بهن. فأراد قاسم أمين أن يحررها من دينها وأخلاقها ليسهل على الرجل مصاحبتها واللعب بها كما في فرنسا. ولكن لابد أن نعلم أولا أن أول من نادى بتحرير المرأة المزعوم هو رفاعة الطهطاوي، وقد قمنا بعمل حلقة عنه لمن أراد الرجوع إليه. ثم تكلم بعد ذلك قس مصري اسمه مرقس فهمي، وهو من أصدقاء كرومر، أظهره محتميا بالنفوذ البريطاني، وكتابه هو المرأة في الشرق. دعا فيه صراحة وللمرة الأولى في تاريخ المرأة المصرية إلى تحقيق أهداف خمسة. أول هذه الأهداف القضاء على الحجاب الإسلامي، وهذا الكتاب أحدث ضجة عنيفة، ولم يفق المسلمون من الصدمة التي أحدثها هذا الكتاب حتى ظهر كتاب آخر لفرنسي يدعى الدوق داركير، حيث ألف كتابا اسمه المصريون، حمل فيه على نساء مصر وهاجم المصريين وتعدى على الإسلام ونال من الحجاب الإسلامي وهاجم المثقفين المصريين لأنهم يسكتون على هذه الأوضاع ولا يريدون أن يتمردوا عليها. ولجأ بعد ذلك الاستعمار الإنجليزي إلى الأميرة نظلي فاضل وهي أم الملك فاروق، وطلب منها أن تساند مرقس فهمي من خلال صالونها الذي كانت تقابل فيه الرجال. المهم قرأ قاسم أمين كتاب داركير السابق الذي ذكرناه عن المصريين، فتألم أشد الألم حتى قيل إنه مرض 10 أيام بعد قراءته لشدة تأثره. فحاول أن يدافع عن المصريين والإسلام وألف ردا بالفرنسية، حاول فيه تفنيد اتهاماته لمصر والمصريين، وبين فيه فضائل الإسلام على المرأة المصرية، ورفع من شأن الحجاب وعده دليلا على كمال المرأة، وحاول شرح الحكمة الإيجابية في قوانين الشرع الإسلامي. وطبعا لعلك تظن أن قاسم أمين رد عليه ردا قويا وأدب هذا الرجل الذي أساء للإسلام والمسلمين، إلا أن دفاعه قد بدا تبريريا وشرحه قد اتسم بالخنوع والذلة، فيقول وكأنه يناشد داركير أن يعتبر الإسلام في مرتبة النصرانية والمجوسية، فقال إن الإسلام دين خلقي لا يقل عن المجوسية ولا عن المسيحية، وإن روح القرآن لا تختلف عن الروح الإنجيلية. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا بالضبط كرجل خرج فوجد بلطجيا يضرب ولده فاحمرت أوداجه وانتفخ وذهب إليه وقال له لماذا تضربه؟ اعتبره كأحد أولادك، هل ترضى أن يضرب أحد أولادك هكذا؟ فهذا ما فعله قاسم أمين، انتفخ ورد على داركير وقال له اعتبره كالمسيحية، هل ترضى لأحد أن يسيء للمسيحية هكذا؟ وهذا كان رد الأسد المغوار على رجل سب الإسلام والمسلمين والمصريين جميعا. ويقول أيضا ولهذا كان أمامها أي مصر طريقان، العودة
العودة إلى تقاليد الإسلام أو محاكاة أوروبا، وقد اختارت الطريق الثاني، يعني طريق أوروبا. إنها قد خطت اليوم بعيدا في هذا الطريق حتى لا يصعب عليها الارتداد عنه. إن مصر تتحول إلى بلد أوروبي بطريقة تثير الدهشة، يعني أن قاسم أمين سعيد بارتداد المصريين عن تقاليد الإسلام واتجاههم إلى تقاليد الغرب في أوروبا، وهذا أمر يسعده ويثير دهشته. ويقول: وقد أخذت إداراتها وأبنيتها وآثارها وشوارعها وعاداتها ولغتها وأدبها وذوقها وغذاؤها وثيابها تتسم كلها بطابع أوروبي. لقد اعتاد المصريون قضاء الصيف في أوروبا كما اعتاد الأوروبيون قضاء الشتاء في مصر، فلعل أوروبا تقدر لمصر مسيرتها، ولعلها ترد لها يوما بعض هذا الود الكبير الذي تكنه لها مصر. لك أن تتخيل أن قاسم أمين يقول هذا الكلام في الوقت الذي تحتل فيه بريطانيا مصر وتفعل بأهلها الأفاعيل، فيقول أنها تكن الود لأوروبا. ولا أدري أي مواطن هذا أو أي مواطنين يكنون الاحترام لأوروبا والأوروبيين الذين يحتلون أوطانهم ويسرقون خيراتهم، بأي عقل يتكلم هذا الرجل؟ المهم أن قاسم أمين تخطى حدوده وتجرأ وانتقد خطة بعض السيدات المصريات اللاتي يتشبهن بالأوروبيات، فاقتنص بعض خصومه الفرصة ووشوا به إلى الأميرة نازلي بأن قاسما إنما يعنيها هي بهذا التعريض بذم المصريات اللائي يقلدن الإفرنجيات ويسرن سيرتهن، لأنه لم يكن في نساء مصر آنذاك من يتشبه بالنساء الأوروبيات غيرها، فقد كانت الوحيدة التي تختلط بالرجال وتجالسهم في صالونها الذي افتتحته آنذاك ليكون مركزا تبث منه الدعوة إلى التغريب عامة وإلى تحرير المرأة خاصة. غضبت الأميرة مما فعله قاسم أمين وقالت للشيخ محمد عبد قولا شديدا بعد أن هددت وتوعدت. وقد أشير إلى جريدة المقطم لسان حال الإنكليز في مصر في ذلك الوقت أن تكتب 6 مقالات تتعقب آراء قاسم أمين في كتابه المصريون، وتفند أخطاءه في دفاعه عن الحجاب واستنكاره الاختلاط بين الجنسين، كيف يفعل ذلك؟ وطبعا عندما غضبت الأميرة نظلي على قاسم أمين رجع مباشرة عن هذا الكلام. وهذا لا يدل إلا على أن هذا الرجل لم يكن يريد فعلا تحرير المرأة، بل كان يفعل ما يطلب منه. ولعلك سمعت اسم الشيخ محمد عبده فلا تستغرب، فقد كان من الداعمين بقوة لقاسم أمين، وسنقوم بعمل حلقة منفصلة عنه ستجدون فيها العجب العجاب. وقامت هذه الجريدة بحملة على قاسم أمين، ولكن لم تلبث هذه الحملة أن ألغيت بعد أن اقتنع قاسم أمين بضرورة تصحيح خطئه، واتفق معه سعد زغلول ومحمد عبده على أن ينشر كتابا يصحح فيه خطأه ويؤيد فيه الدغدركير، ويواصل مناصرته لكتاب المرأة في الشرق للقبطي مرقص فهمي. وهكذا خرج قاسم أمين على البلاد بكتابه تحرير المرأة، ودعا فيه إلى ما سبق أن دعا إليه دركير الذي هاجم المسلمات والحجاب والإسلام عموما ومرقص فهمي ووافقهم في مهاجمة الحجاب. وقد ركز في كتابه هذا على الحجاب وعمل المرأة والتعدد والطلاق، واعتبر الحجاب أصلا من أصول الأدب، ولكن عاد ليلوي النصوص لتتفق مع مراد نازلي حتى لا تغضب عليه مرة أخرى، فقد وضع الكتاب خصيصا لإرضائها، فقال: إن الشريعة ليس فيها نص يوجب الحجاب على الطريقة المعهودة، فهي عادة عرفت من مخالطة بعض الأمم فاستحسنوها وأخذوا بها وبالغوا فيها وألبسوها لباس الدين كسائر العادات الضارة التي تمكنت في الناس باسم الدين، والدين منها براء. يعني بالنسبة له الحجاب عادة ضارة. والعجيب أن قاسم أمين محرر المرأة لم يستطع إقناع زوجته بذلك، فيذكر مصطفى أمين وأخاه بعد وفاة قاسم أمين ب10 سنوات أن زوجته كانت تأتي بين وقت وآخر لزيارة صفية زغلول، فلا تكشف وجهها أمامهما، بل إنها إذا تناولت الغداء مع صفية كانت تعد لهما مائدة في غرفة أخرى وتناول سعدا الطعام وحده. يعني زوجة قاسم أمين لم تكن تكشف وجهها أمام رجال ومنهم سعد زغلول. والجديد أن قاسم أمين كان يسب المصريين ويمدح الأتراك، فبينما نجده في كتابه المصريون يصف المصري بالأمانة والشجاعة والذكاء وقوة الاحتمال ويعزي هذه الخصال الجيدة لحقيقة الهوية الإسلامية للمصري، نجده يقول بعد 5 سنوات في كتابه تحرير المرأة، وهذا طبعا بعدما غضبت عليه الأميرة نازلي ووضع هذا الكتاب لإرضائها، فيقول: فالتركي مثلا نظيف صادق شجاع، والمصري على ضد ذلك. ومعنى أن المصري على ضد ذلك أي أن المصري عنده قذر كذاب جبان، وهذا كلامه بنصه. ونادى قاسم بالحرية في الكفر والطعن في الدين وفي الله ورسوله
فيقول: في البلاد الحرة قد يجاهر الإنسان بألا وطن له، ويكفر بالله ورسله، ويطعن على شرائع قومه وآدابهم وعاداتهم. يقول: ويكتب ما شاء في ذلك، ولا يفكر أحد أن ينقص شيئا من احترامه لشخصه متى كان قوله صادرا عن نية حسنة واعتقاد صحيح. كم من الزمن يمر على مصر قبل أن تبلغ هذه الدرجة من الحرية؟ لا تقلق، وصلنا يا قاسم باشا، وهو في ميزان سيئاتك، وكما نرى هو الآن سعيد بردة الناس وطعنهم في الشرائع. وطبعا الشرائع عندنا هي الكتاب والسنة، فهو يريد أن يكون الناس أحرارا في طعنهم في القرآن والسنة والتي هي من شرائع المسلمين، دون أن يحاسبهم أحد أو يتعرض لهم أحد. ولكن أهم شيء أن يكون قوله صادرا عن نية حسنة، فلابد على الطاعن في القرآن والسنة والطاعن في الأنبياء والصحابة والطاعن في الشرائع أن تكون نيته حسنة، وهذا قليل من كثير. ولكن ما كنا نعتقده من أن قاسم أمين كان يحارب الحجاب والتعدد والأمور التي تخص المرأة في الشرع كان خطأ، بل كان يهاجم الشرع بالكلية. فهذا هو محرر المرأة المزعوم، ملخصه: يصاحب النساء ويصادقهن ويخرج معهن ويهاجم الحجاب ويهاجم الشرع، ولم تقتنع زوجته بكلامه لعلمها أنه ضلال. هاجمه كل العلماء وبينوا خطأه، ولكن العلمانيين والليبراليين المستفيدين من كلامه يلمعوه ويريدون جعله قدوة للشباب، ولكن هيهات، ففضائحهم لن تخفى على أحد بعد اليوم، والله المستعان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.